وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأكرم من أن يقيمه بشر مثله، ولكن الذي يقدر على أن يقيمه التقييم الطبيعي لمكانه هو ربه الذي اصطفاه وأرسله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا أردنا أن نعرض لتقييم الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وجدناه حين يخاطب جميع الرسل يخاطبهم بأسمائهم مباشرة: يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولكنه حين توجه بالخطاب إلى حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا محمد ولا يا أحمد، وإنما قدم بين يدي ندائه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ذلك أمر يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعه إلى أقرب المكانات من ربه. ونجد الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها يقسم بأشياء كثيرة من أجناس شتى، فيقسم بالجماد ويقسم بالنبات ويقسم بالحيوان ويقسم بالملائكة، ولكننا لم نره أقسم ببشر مطلقا، اللهم إلا برسوله صلى الله عليه وسلم. وأقسم بماذا؟ يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. فكأن أمر رسول الله وحياة رسول الله أمر له مقامه عند ربه. وإذا كان الناس حين يمدحون إنسانا بحسن الخلق ونبل الصفات وجمال الخلال فإنهم يمدحونهم لأنهم عرفوا الصفات وقيموها ببشريتهم، وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء. ولكن الحق حين يقيم الخلق يقيم الخلق على أرفع مستوى خلقه في إنسان، فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فليس هو الخلق المتواضع عند البشر، ولكنه الخلق المطلوب لله. ورسول الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم. الحق سبحانه وتعالى حين يريد هدي خلقه يرسل لهم رسلا، والرسل يأتون بمنهج الله إلى الناس، ولكن المنهج يقيد الناس في حركاتهم، والناس يألفون دائما شهوات نفوسهم، فتطرأ عليهم الغفلة. حين تطرأ عليهم الغفلة ينسون شيئا من المنهج، وحين ينسون شيئا من المنهج يأتي المجتمع لينبههم إلى ذلك. إذن فالإنسان قد يكون أوابا إلى ربه حين تكون نفسه لوامة، ولكن قد تأتي عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه، فعلى المجتمع حينئذ أن ينبهه إلى نفسه وأن يعيده إلى رشده الهدي. فإذا ما فسد المجتمع فماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء مرة ثانية لتأتي بالمنهج الجديد. هذا المنهج الجديد لا بد أن يكون على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختم الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نبي بعده. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، ومعنى الخاتم أن الله أودع في أمته تعدد النبوات وتعدد الرسالات. صلى الله عليه وسلم
السماء. وما دام الخاتم لرسالات السماء فلا بد أن يكون في رسالته عناصر البقاء، جاء ليعيد انسجام الوجود مع الإنسان. ومعنى أن الوجود بجماده ونباته وحيوانه خاضع مسخر لله، لا يمكن أن يصدر عنه شيء إلا بمراد الله منه. ولكن الإنسان نفسه هو الذي جاء منه الطائع وجاء منه العاصي، ولذلك يعرض الحق هذه القضية في عدم انسجام الإنسان مع الوجود الخاضع الساجد الخاشع. يقول الحق: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تلك هي أجناس الإنسان بإجماع ساجدة خاضعة لله. ولكنه حين جاء عند الإنسان لم يأتي ذلك الإجماع، فقال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكان من المفروض أن ينسجم الإنسان مع الوجود كله فيكون خاضعا لمنهج الله، كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله. الوجود الخاضع لمنهج الله يحب الإنسان الخاضع لمنهج الله ويأتلف معه وينسجم معه، ولا ينبو شيء من الوجود مع الإنسان الطائع. أما الإنسان العاصي فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود، وجود مسبح، وجود ساجد، وجود خاشع، وإنسان متمرد عاصي. فحين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للإنسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود، فلا بدعة إذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد إليه انسجام الإنسان مع الوجود. وذلك هو شأنه صلى الله عليه وسلم، جاء ليعيد انسجام الإنسان مع الوجود كله، ليأتي بالمنهج النهائي لهدي الإنسان، ليكون الإنسان خاضعا كبقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالى. إذن فلا عجب أن يفرح به الوجود، لا عجب أن يفرح به الجماد، لا عجب أن يفرح به النبات، لا عجب أن يفرح به الحيوان، لا عجب أن تفرح به الملائكة، لا عجب أن يفرح به طائع الجن. إذن فإذا حدثنا أن ميلاده صلى الله عليه وسلم قد قورن بأشياء حدثت في الكون من إرهاصات في الوجود كله بميلاده، فيجب علينا أن لا نستبعد ذلك، لأنه هو الرسول الذي يعيد للإنسان انسجامه مع الوجود كله. والوجود كله كما نعرفه ليست فيه الحياة التي نعرفها في نفوسنا، ولكن له حياة، وله تعقل في التلقي عن الله، وله فرح، وله حزن. وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض لنا هذه القضية عرضا إجماليا، لنعرف أن الكون كله عبد لله وخاضع له. فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن إن من شيء، كل شيء في الوجود مسبح، ولكننا ألفنا التسبيح بألفاظ وألفنا التسبيح بلغة، فلما لم نسمع من الكون ألفاظا ولما لم نسمع من الكون لغة، قال بعض العلماء إنه تسبيح الدلالة على وجود الله وعلى وحدانيته. نقول لهم: مرحبا، له أيضا تسبيح الدلالة، وذلك لا يمنع من التسبيح الحقيقي، لأنه إن كان تسبيح دلالة كما تقولون فالحق قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه، وأنتم قد فقهتموه. إذن فهو غيره. والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء وجعلها تشترك أيضا مع الإنسان، فيقول في شأن داود: يا جبال أوبي معه. ومعنى أوبي رجعي تسبيح الله، أي لوافق ترجيعك يا جبال ترجع داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، والجبال مسبحة مع داود ومع غير داود، ولكن الأمر أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكون كرسي توحيدي بالكون. وأيضا الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا أن لجميع الأجناس منطق ولها لغة، جهلنا بها هو الذي جعلنا لا نفقهها. فإذا علم الله إنسانا من خلقه لغة هذه الأشياء
أمكنه أن يفقه تسبيحها وأن يفقه منطقها. اقرأوا إن شئتم قول الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت وسمعها سليمان وحمد الله على أن أنعم عليه بأن فهم لغة النملة. قد يقال أن ذلك أمور تعلمت النملة لتحافظ على نوعها بدليل لا يحطمنكم سليمان، فهي تحافظ على بقاء النوع. يقول له لا، حينما عرض الحق أيضا قصة هدهد سليمان ماذا قال الهدهد؟ قال الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كلام الخبر، ولكن الذي يهمنا في قضية العقيدة والتوحيد وأنها أمر سائر في كل أجناس الكون أن يقول البدو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما حز في نفس البدو، أن يسجدوا للشمس من دون الله. إذن فالهدهد الحيوان يعرف من يجب أن يسبح، من يجب أن يسجد له. إذن فإذا عرضت لنا السيرة أن أشياء من الكون فرحت برسول الله وحدثت أشياء منها، فذلك أمر لا نستبعد على كون مسبحا لله عارف بحق الله. وأيضا فليس نحن المطلوبين بأن نؤمن بهذا، ولكن الذين آمنوا هم الذين شاهدوها، هم الذين سمعوها، فالذين سمعوها حجة على أنفسهم ونحن نتلقى عنهم الخبر. فإن كنا موثقين لهم في الخبر صدقناه، وإن لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر فنحن أحرار في أن نصدق أو لا نصدق، ولكن منطق الأشياء ومنطق الوجود لا يحيل وجود شيء من ذلك. فإذا حدثنا أن إيوان كسرى قد شق، وما في ذلك من العجب؟ أنا استبعد على الله أن يوقت شق الإيوان بالميلاد؟ أنا استبعد على الله أن يخمد نار فارس وأن يوقتها مع الميلاد؟ أنا استبعد على الله أن يوقت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد؟ لماذا هذا؟ إذن فالقرآن حين يعرض لهذه القضية يعرض لما حدث في الكون في عام الفيل. عام الفيل تعلمون أن قوما جاءوا ليهدموا البيت الله، وبيت الله هو الذي اختاره الله لنفسه، وحوله نلتف جميعا في الصلاة. هذا البيت له قالب، هذا القالب أريد به ضر وهدم. فلماذا لنا أن الحق سبحانه وتعالى حافظ على مبنى البيت في ذلك العام، وأولد فيه أو أوجد فيه الشخص الذي يحافظ على معناه في ذلك العام؟ فتكون المحافظة على المبنى بمنع أبرهة من هدمه هي عينها المحافظة على بقائه لربه بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحق قد عرض لنا هذه القضية فإنه قد عرضها عرضا عجيبا. هذا العرض العجيب يتجلى في قوله ألم ترى، ورسول الله لم يرى وقته، ولكنه علم بالقصة من الله. هنا نلتفت لفتة، هذه اللفتة لماذا عبر الله بألم ترى في مقام ألم تعلم؟ لأن العلم إذا كان بواسطة الإخبار من الله فيجب أن يستقبله المؤمن بالله استقباله لما يرى ولما يحس، فليس خبرا عن غيره. فكأن ما يقوله الحق في ألم ترى أي ألم تعلم أنني أقول لك، وإذا قلت لك فأنا عينك وكأنك ترى ذلك. ويقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك، ومعنى الإضافة هنا تدل على أن المسألة متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعل ربك، والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربى إلى مرتبة الكمال. مادام فعل ربك يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم علاقة بالمحافظة على ذلك البيت. وبعد ذلك حين عرض القضية عرضها العرض الذي تعلمونه بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هنا
وقف بعض العلماء وقفة، وأنا أحب هنا أن أصفي هذه الوقفة. هذه الوقفة أننا قد اتهمنا بأن ديننا لا يتمشى مع العقل، اتهمنا هذه التهمة من المستشرقين، ولكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة يحبون أن يدخلوا منها إلى منفذ خطير يهدمون به الإسلام. فقام قوم من الغيورين على الإسلام وقال الإسلام في كل قضاياه متمشى مع العقل، فجاءوا إلى كل ما يتصل بالغيب الذي يقف فيه العقل وحاولوا أن يؤولوه تأويلا يرضي العقل حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لا يتمشى مع العقل. وعلى رأسهم أئمة كبار ومدارس عقلانية لها مذاهب شرعية، فجاءت في هذه الحادثة التي عاصرت ميلاده صلى الله عليه وسلم وقالوا ما؟ قالوا إن الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجين هي من الميكروبات، ميكروبات أرسلها الله على ذلك الجيش. لماذا؟ ليقربوا المسألة إلى أذهان الناس حتى لا يتهم الإسلام بأنه يأتي بأشياء لا تطابق العقل. نقول لهم أنتم مشكورون على غيرتكم في أن تدخلوا بعض قضايا الغيب في الإسلام إلى مرتبة العقل، ولكن الأديان لا تناقش هذه المناقشة، لأن الدين إنما يناقش بالعقل في قمته الأساسية وهي قمة الإيمان بالله. ادخل على الإيمان بالله بعقله، أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن، ولكن إذا دخلت على الإيمان بالله فتقبل عن الله كل ما يقول، ولا تدخل عقلك في كل جزئية مما يقول. لماذا؟ لأنك إن أدخلت عقلك في كل جزئية مما يقول فقد رجعت في قضيتك الأولى. إذن فاحترم لعقلك ما دمت قد آمنت بالله، فيجب أن يكون عمل عقلك في توثيق النفل عن الله. أقال الله ذلك أم لم يقل؟ إذا كانت المسألة كما يريد العقلانيون أن يفكرون، وهو أنه ميكروب أو طير يحمل حجارة فيها ميكروب، نقول له حدث الفيل حدث عام ميلاده صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بعث على رأس الأربعين. لا شك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله سنهم 60 سنة، واللي 70 سنة، واللي 80 سنة، إذن فقد كانوا في عام الفيل في سن 20 وفي سن 30 وفي سن 40، إذا فقد شاهدوا الحدث وهم لم يعرفوا الميكروب ولا قصته ولا يعرفون شيئا عنه. فلو أن القصة التي رآها هؤلاء عام الفيل تعارض أي جزئية من جزئيات القرآن التي قالها طير وأبابيل وترمي بحجارة من سجيل وتجعلهم كعصر مأكول، لكان من الميسور على المكذبين أن يقولوا لهؤلاء أرأيتم ذلك؟ كان من الميسور أن يكذبوا الأمر. إذن فالمسألة حدثت كما قصها القرآن وكما يفهمها العربي من طير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل تجعلهم كعصر مأكول. وهب أنك جئت بالميكروب، لماذا؟ ألي تسهلها على الله؟ الذي يقول الميكروب أتسهلها على الله؟ لا. نقول لهم وأيضا إذا كنا نصدقك في أنه ميكروب، ما ذلك الطير العاقل والميكروب الموجه الذي لا يتوجه إلا إلى أعداء الكعبة، يختار قوما دون قوم فيلقي عليهم ميكروب، وما ذلك الميكروب الذي يفعل فعل السحر في أنه بمجرد أن يلقى يفتك بالجسم فيجعله كعصف مأكول بدلالة الفاء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، والفاء دي للترتيب والتعقيد. فالميكروب إذا دخل جسم لا بد له من فترة طويلة من قضالة، ثم فترة طويلة من فتح، ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينجن، وإذا رم وأنتن وبعد ذلك يتمزق. فما ذلك الميكروب السريع العاجل الذي إذا نزل جعل الجسم كأنه عصف مأكول. إذا فسواء قلت ميكروب أو غير ميكروب فيد السماء وفعل الله متجل في كل شيء ولو كان في الميكروب كما تقول. الحق سبحانه وتعالى حين يعرض أمرا من الأمور فيقول فعل ربك، يعني كما قلنا اطرح قوانينك، لأن الذي فعل هو ربك، وما دام فعل ربك
يبقى ما تجيبش القوانين اللي انت في عرفك هي الفاعله. فعل ربك تلغي عقلك، انتهى. الغاء عقلك ده ثقه في من قال، وما دام ثقه في من قال يبقى انا عقلي تحملها او لم يتحملهاش، الايمان يتحمل كل شيء. ولذلك قال بعض العارفين: العقل كالمطيه يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. يا كلام فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذه النقطة، يمكن أجاب على كثير من عايز أقول حتى الخواطر اللي تخطر على قلب أو عقل كثير من الناس عندما يقرؤون في كتب السيرة أنه في عام مولد الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أنه انشق إيوان كسرى وغاض ماء بحيرة ساوة ونار فارس انطفأت، كل هذه الظواهر. حتى أني لأذكر أنه في بعض الأحيان عندما كنا نتعرض لمثل هذه الأمور في كثير من المناسبات، يعني كنا أو البعض بيسردها كما لو كان يصفدها بأسلوب من التأدب مع سيرة الرسول وعدم التعرض لهذه الأمور بالنفي أو بالتأييد. وربما ذهب بعض الناس إلى الذين لا يريدون إثبات هذه الظواهر أو المعجزات الكونية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى مثل هذه المعجزات الكونية لكي نتحدث عنه، وكأنما نعتذر أو نبحث عن المبررات لنفي هذه الروايات بصورة أو بأخرى. أما وقد وضح لنا من حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعيد انسجام الإنسان مع الكون، وأن كل ما في هذا الكون إنما يسجد ويسبح لله، غير أن الجنس الإنساني هو الذي لا تنطبق عليه عملية الإطلاق الكامل، يعني هو الجنس الوحيد اللي فيه استثناء في هذه القاعدة. فإن مثل هذه الظواهر الكونية المخلوقة لله تبارك وتعالى ليس مستبعدا في ميزان الإيمان، حتى الإيمان العقلي المجرد، أن تفرح وأن تبتهج بمثل هذا المولد، مولد الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام الذي جاء ليعيد الإنسانية إلى رشدها ويضع أقدامها على الطريق السوية التي تصل بها إلى الإيمان الحق والتوحيد الحق. ولعل حديث فضيلة الأستاذ الشيخ شعراوي يغريني باستطرادة لم تكن في ذهن البرنامج، لكن هو حديث دائما فيها هذا الإغراء. ولذلك امتدادا لهذه النقطة فيما يتعلق بالميلاد، سوف أستأذن في أن أتساءل عن بعض المعجزات التي رويت في عصر البعثة في عهد النبوة بعد أن بعث الرسول عليه السلام. ومنها على سبيل المثال للحصر أن الماء تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه السلام عندما ترك مكانه الذي كان يخطب فيه في مسجده صلى الله عليه وسلم سمع صوت الجذع يئن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أطرح النقطتين دول كنموذج على سبيل المثال، ونحب نعرف تحليل فضيلتك للنقطتين. قبل أن أجيب على هذا التساؤل أحب أن أنبه الأذهان إلى أننا حين نقرأ كتاب الله يجب أن نقرأ كتاب الله على أنه كلام الله، وكلام الله معناه أن له إيحاءات لا في كل جملة ولا في كل لفظ ولا في كل حرف. الإيحاءات تأتي بيقين الإيمان وشفافية الروح المستقبلة للقرآن. فإذا ما استقبل الإنسان أطلعه الله على بعض كنوز ذلك. الإنسان في أعراف الناس هو الجنس الوحيد الذي يتميز بالعاطفة، والعاطفة هي الشيء الذي يفرح والشيء الذي يحزن والشيء الذي يجد والشيء الذي يبكي إذا حزن ويضحك إذا فرح. هذه ظاهرة خاصة بالإنسان جاية من العواطف اللي فيه. إذا قرأنا القرآن بعض الحيوانات المترقية فيها شيء فيها قريب من هذا، إلا أنه مش مستقر. نجي للقرآن حينما تكلم عن قوم فرعون
وأن الله أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. أما مسألة المعجزات الكونية، المعجزات أمور خارقة، ومعنى أمور خارقة أنها غير خاضعة لناموس الكون ولا لقانون الوجود. الكون له قانون يسير عليه، فإذا ما جاء أمر خارج ذلك القانون نقول إن في حاجة جاءت خرقت القانون. وما دامت خرقت القانون كيف يخرق القانون؟ لا يمكن أن يخرق القانون إلا خالق القانون، لأن الفرق بين قانون الإنسان وقانون الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان يملك أن يطلق القانون أو لا يطلق، ولكنه إذا أطلق القانون لا يملك أن يتحكم به. إنسان يجيد أن يصيب الهدف ومعه بندقية سليمة وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب، له أن يصوب ويطلق أو لا يصوب ولا يطلق، هو مختار في هذا. ولكنه حين يضع يده على الزرار ويطلق الرصاصة على الهدف وهو يجيد التصويب، لا يستطيع أن يتحكم في الرصاصة ليقول لها يا رصاصة لا تصيب الهدف، خرج القانون من يده. ولكن الحق يطلق القانون ويقول للقانون قف ولا تفعل. إذن فالمعجزات هي خرق لنواميس الكون وخرق لقوانين الوجود، تدلني على أن الذي فعل ذلك هو الذي خلق الناموس وخلق الوجود وخلق قوانين الوجود. ولكن هذا الخرق إن كان أمرا ماديا يحدث مرة واحدة، فإذا حدثنا أن معجزات الرسل كانت كذا كونية كلها كعود الثقاب تشعل مرة واحدة وأصبحت خبرا يحدثنا عنها القرآن فنقول نعم لأن القرآن حدثنا، لكن لا بقاء له. ورسول الله كما قلنا امتاز بمعجزة أخرى باقية، مش مرة واحدة لا باقية إلى أن تقوم الساعة، القرآن محمد رسول وتلك معجزته هو القرآن. لكن هل معنى ذلك أن رسول الله حرم من معجزات كونية يراها المعاصرون له كما أعطي أصحابه الرسل؟ لا، محمد رسول الله أعطاه الله المعجزات الكونية التي أعطاها لإخوانه الرسل ثم تميز بمعجزة أخرى باقية. إذن فمجيء المعجزات الكونية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية له بإخوانه من الرسل، ومجيء المعجزة الباقية هي زيادة مكانته ومقامه على الرسل. فإذا كان التاريخ وأن السيرة تحدثنا بأن معجزات حدثت كما قال أخي كحنين الجذع ونبع الماء من بين الأصابع وكإشباع جيش أو عدد كبير بحفنات من طعام، كل هذا إذا حدثنا بذلك نقول له استقبلها بما يعني. أولا، لست أنت أيها الغائب عن المعجزة المقصود بهذه المعجزة، وإنما المقصود بهذه المعجزة هو من رآه، لأنهم كانوا في بداية الإسلام وفي حاجة إلى تثبيت. هذا التثبيت يحدث في فترات. القوم الذين شهدوا هذا شهدوا أن ماء النبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أيمكن أن نقول لهم لا لم ينبع؟ لا، نبع. والمراد تثبيت يقينهم هم. أما أنا فالقرآن كافيني صحيح، لكن هؤلاء إذا حدثونا بأخبار كما وصلنا الحديث فلماذا أمنع ذلك؟ وأخوانه صلى الله عليه وسلم حدثت لهم معجزات من هذا النوع، فكيف أبيح للأعلى من الرسل ألا يكون عنده ما عند بقية الرسل من مثل هذه المعجزات؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له معجزات كونية، هذه المعجزات الكونية كان المقصود منها تثبيت إيمان من رآه، وقد أدت مهمتها ثم بقيت بعد ذلك خبرا. فمن اتسع ظنه بمكان محمد من رب، ومن اتسع ظنه بصدق الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتسع ذهنه لذلك، ومن لم يتسع ذهنه لذلك ففي القرآن غناء أي غناء. حقيقة هننتقل نقلة أخرى إلى الموضوع اللي أثرناه في بداية البرنامج عن نزول الوحي على الرسول عليه السلام، واحنا نعرف انه بعد بدء نزول القرآن مضت فترة تسمى بالسيرة فتور الوحي او فترة الوحي.
يعني من المكس ظل جبريل فترة طويلة لا يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. ويمكن أي واحد فينا بمقياسنا البشري يصور في نفسه السؤال أنه مجرد نزول الوحي على الرسول عليه السلام بمقياسنا البشري بكرر برضو ربما لا يجعله في وضع يسمح له بتحمل انقطاع الوحي فترة كالتي طال توقف الوحي خلالها. يمكن بمقياسنا نقول انه كان ممكن ينزل الوحي مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يتثبت الرسول وبعدين يمتحن اذا كان المقصود بفتور الوحي هو الامتحان او كان المقصود غير ذلك. لكن الذي حدث والصورة التي امامنا والموقف الذي نعرفه انه بعد نزول الوحي فتر الوحي. تحليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لهذه المسألة وخاصة أن القرآن كان له برضو تصوير فيها ما ودعك ربك وما قلى، يعني السورة مع الموقف نرجو لو تفضلتم بالتعرف. معنى الوحي إعلام بخفاء، يعني بطريقة مستورة، إعلام بخفاء مش بوضوح. الوحي ده بياخد معاني متعددة. يأتي الوحي من الله لكل أجناس الكون، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، أوحى للأرض وبعدين أوحى للنبات وأوحى للحيوان، أوحى ربك مثلا إلى النحل أن اتخذي من الجبال، وأوحى الله إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وأوحى الله إلى الرسل والأنبياء، وأوحى الله إلى بعض الصالحين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. إذن مرة يطلق الوحي يراد به الإعلام بخفاء من أي معلم، لأن الشياطين برضو لهم وحي، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. لكن إذا أطلقت كلمة الوحي انصرفت إلى الوحي من الله إلى الرسول، وكل الأنواع الوحي الأخرى انتهت. الوحي من الله إلى الرسول، الوحي من الله إلى الرسول يحدده الحق سبحانه وتعالى في ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى أن يقذف في قلبه المعنى في خاطره. الوسيلة الثانية أن يكلمه من وراء حجاب. الوسيلة الثالثة أن يرسل رسولا هو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهاما يقذفه في القلب، أو يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم وحي إليه بهذه الطرق الثلاثة. وحي إليه بأن نفث في روعه، هذا هو الأول. وأوحي إليه بأن الله كلمه حينما فرض له الصلاة. وأوحي إليه بواسطة الملك يوصله له. إلا أن القرآن لم يثبت إلا بالطريق الثالث الأخير اللي هو ملك. ليه؟ لأن القذف في الروح قد يتهم الإنسان بأنه خاطر بشر، كلام من وراء حجاب يمكن حاجة متمثلة له، إنما حين يأتي ملك رسول ويختلط بالبشر ويحدث في تكوينه صلى الله عليه وسلم انفعال كيماوي خاص بحيث يرتعش ويرتعش ويسقله، بحيث إذا كان فخذه على جليسه رده، وحيث إذا كان على دابة بركت به، هذه ظاهرة كيماوية في نفسه. يوم لم إذا جاءت هذه الظاهرة بذلك الشكل يبقى تبعد أن يكون بلا شك أنه أمر غير عادي. فكان الوحي على رسول الله بهذه المثابة. فإذا كان الوحي التقاء ملك، والملك له طبيعة ببشر، والبشر له طبيعة، ما دامت الطبيعة النورانية الملكية ستلتقي بالبشرية، لا مناص من أمرين: إما أن تتحول الملكية إلى بشرية وتبقى البشرية على حالها، وذلك ما كان يحدث أن يتشكل جبريل بصورة إنسان فيأتي فيسأل رسول الله فيجيبه، وبعد ذلك يقول هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. وفي ذلك ليس فيه إجهاد على رسول الله، لأن رسول الله في بشريته العادية وفي انسجامه التكوين والكيمياء. وإما أن يحدث بأن ينتقل الرسول من بشريته إلى ملكية تستقبل عن الملك، هنا التفاعل الذي يحدث. ذلك التفاعل تبقى له آثار عضوية في نفسه، وإن جبينه لا يتفصد عرق. إذا العملية كيماوية في نفسه.
ويسمع كصلصلة الجرس إذن بأن بدء الوحي به يا رب محمد، ويسمع أصحابه حول رأسه كأزيز النمل توي ويرتعش. إذن هذا التفاعل كله يدل على أن محمد يعالج انفصالا من البشرية حتى يستطيع أن تكون فيه روحانية أهل للتلقي عن الملك. فإذا ما فصم عنه الملك عاد إلى بشرية، إنما عاد مجهدا بدليل أنه قال زملوني دسروني وقول غطني حتى بلغ مني الجهد. إذن هذه عملية كان من الصعب جدا على مادية رسول الله وعلى بشريته أن يستقبل الملك بهذه الصورة، الصورة الاندماجية التي تحدث بأن يتحولون التحول في كيماوية رسول الله وبشريته ليلتقي بالملك، ثم يخصم الملك عنه فيعود. يبقى عملية مطلقة متعبة، ولكن الإنسان منا حين يتعب في أمر من الأمور ويرتاح من التعب وتبقى له لذة ما ظفر به وقت التعب، نفسه تحدثه بأن ياريت يجي التعب تاني، فتهون عليه المشقات. إذن فالشوق في ناحية المستقبل هو الذي يعين على تحمل صعاب القطوة ناحية الاستقبال. فكان ولا بد أن يفطر الوحي عن رسول الله لتبقى حلاوة الوحي وتزول متاعب الوحي، فيتشوق رسول الله إلى الوحي من جديد. حين يتشوق رسول الله هذا الشوق يعطيه طاقة جديدة في استقبال هذا التعب، فإذا ما استقبل هذا التعب بعد ذلك لم نجد الصورة التي ذكروها، لم نجد الألم، لم نجده بعد كل وحي يقول زملوني ولا تفسروني. لماذا؟ لأنه اشتاق بطبيعته إلى أن يأتي ذلك الوحي. طبيعة الشوق ده تجعله يتغلب وينزى متاعبه المادية. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فطر عنه الوحي إنما كان ليرفع الله عنه ما أتعبه من المادية التي كانت تتحول فتتعب لتتلقى عن الملك. فحينما يهدى ويسكن وتبقى حلاوة الوحي في نفسه، هو نفسه اللي يشتاق إلى الوحي، وإذا ما اشتاق إلى الوحي بقت عنده طاقة، هذه الطاقة تجعله لا يعترف بأي مشاعر، وما دام لا يعترف بأي مشاعر يستقبل الشيء استقبال المشوق له. فلما فطر الوحي، لماذا؟ العجيب جدا أن الكفار كانوا يكذبونه في أنه مبلغ عن ربه، ولما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد قلاه. لماذا اعترفتم الآن أن لمحمد رب؟ ساعة الهجر اعترفتم بأنه رب، وساعة الوصل كنت لا بتقولوا لا ده كذاب. لأن هذا يشبع حسدهم ويشبع حقدهم. فالحق سبحانه وتعالى شاء أن يرد على ذلك رد كوني، رد بشيء متفق عليه، هذا المتفق عليه يوم يستهل بقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نجد هنا قسم والضحى والليل إذا سجى، حين يقسم الحق بالضحى والليل إذا سجى أقسم بمتقابلين ضحو وليل، والضحوة محل الكتح، كتح العمل والتعب والنصص، والليل مكان السكون والراحة. فكأن الحق يلفت إلى قضية وجودية، هذه القضية الوجودية أنكم في أحوالكم العادية تتعبون نهارا في ضحاكم، ويأتي الليل فتحتاجون إلى أن تسكنوا وإلى أن ترتاحوا. إذن فالسكون والراحة من كل أمر مجد أمر طبيعي، وليس مجيء الليل بعد الضحى معناه أن الضحى لا يأتي، ولكن معناه أنك تهدأ وتسكن لتستقبل ضحى الغد بنشاط، تستقبله بحيوية. فيقول الآية الكونية موجودة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وتجي هنا العبارة المنبئة بجمال الأداء في الأسلوب من الله لمحمد. ما ودعك، تجد هنا ضمير، ضمير محمد جاء ما ودعك، لأن التوديع قد يكون للحبيب
ودعت حبيبك وسافر، ولكن القلى لا يكون إلا لعدو. فلما جاء ولو مع النفس قال ما ودعك، ولم يقل وما قلاك، بل وما قلا بس، ما جابش الكاف حتى مع النفس. فكأنه مع التوديع جاء بالضمير معه، ومع القلى لم يأتي بالضمير. فكأنهم يقول يا قوم، يا من تقولون إن رب محمد، أنتم مخطئون، لأنكم لم تنتفتوا إلى مظاهر الكون. مظاهر الكون طحا فيه عمل، طحا فيه إجهاد، ليل فيه سكون. ففترة الوحي سكون يهدأ بعده صلى الله عليه وسلم من مشقات ومتاعب الوحي حتى يستأنف نشاطه من جديد. ولذلك هيقول له ولا الآخرة خير لك من الأولى. تفتكروش أن الآخرة هي الدار الآخرة، المرة الآخرة في الوحي خير لك من الأولى، هي التي ستطول وستمتد إلى أن يكمل الله لك هذه الرسالة. وبعد ذلك تجد العجب في هذه الصورة أنها جاءت على طريقة العرب بما لم يأتي به العرب. الآية فيها قسم وهو والضحى والليل إذا سجى، ثم فيها 9 آيات. لو رتبت 9 آيات الثلاثة 1 2 3 وجبت 4 تحت 1 و5 و6 وبعدين جبت 7 تحت، يعني عملتهم 3 الأول والثلاثة الثانيين تحتهم والثلاثة الأخيرين في الآخر، يبقى عندي 9 آيات. تجد الآية الأولى، بعدها الآية الرابعة، بعدها الآية السابعة، وتجد الآية الثانية، بعدها الآية الخامسة، بعدها الآية الثامنة، وبعدين تجد الآية الثالثة، بعدها الآية السادسة، بعدها الآية التاسعة. واعملها كل واحد يكتب كده بورقة ويكتب الـ3 آيات كده والـ3 آيات التانيين تحتهم والـ3 آيات الأخيرين بعدها. تجد أنها حكم في الـ3 آيات الأولى أحكام صادرة، والآيات الثلاثة الثانية دليل، والآيات الثلاثة الثالثة مطلوبات. إذن فالسورة فيها 9 آيات. نعم. والضحى والليل إذا سجى قسم، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. دي كلها وعد من الله. فإذا جئت للآية الأولى ما ودعك ربك وما قلى، تأتي الآية الرابعة تقول إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى كيف يقلوك وكيف يودعك وهو وجدك يتيما قبل أن تكون له حاجة عندك في أن تكون رسول. إذا كنت يتيم وما ودعكش فلا، فكيف إذا أرسلك رسول؟ يبقى يقلوك. وما دام الله قد صنع معك ذلك ما ودعك وما قلاك بدليل أنه وجدك يتيما فآواك، فأما اليتيم فلا تقهر. تبقى إذن الـ3 آيات وعد ودليل ومطلوب. تمسك الآيات اللي بعدها تجدها بهذا الشكل أيضا. إذن اقرأ السورة على أنها قسم و9 آيات، الـ3 آيات الأولى عبارة عن وعد من الله وإخبار، الآيات الثلاثة الثانية إنما هي أدلة على كذبهم، الآيات الثلاثة مطلوبات بهذه الأشياء. أظن لا نحتاج إلى تعليق، وإنما نقدم خالص الشكر ولا تكفي كلمات الشكر، ولذلك ما نطولش فيها، ولا يبقى إلا الرجاء والأمل في لقاء جديد وآخر إن شاء الله مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ في الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. نشكركم ونشكر فضيلة الأستاذ الجليل، ونرجو أن نلتقي معكم أيها الإخوة دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.